عملية الاستلام النهائي لمشروع تزويد مدرسة دار الفضيلة بالخلايا الشمسية اللازمة لإنارة المدرسة. هذا المشروع الممول والمنفذ من قبل مؤسسة المساعدة الإسلامية يستهدف المدرسة ليتم تزويدها بخلايا شمسية تزودها بأربعة كيلو واط لإنارة 20 فصل. يأتي هذا المشروع في ظل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي والحصار المستمر على قطاع غزة. تصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من 16 ساعة في اليوم الواحد، وبالتالي تؤثر على المسيرة التعليمية للطلاب. هذا المشروع سيوفر الإنارة التامة للطلاب ليستكملوا دروسهم وحصصهم المدرسية ولا يؤثر أبدا على نشاطهم وتحصيلهم الدراسي. لمسنا اهتمام المدرسة بنجاح هذا المشروع لأهميته الكبيرة في إتمام وإنجاح المسيرة التعليمية لديهم، فقاموا بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في تمويل وإنجاح وتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، أملا أن يستمر لسنوات طويلة فيما بعد. أنا الطالبة دينا قشطة من مدرسة دار الفضيلة، أتقدم بالشكر لمؤسسة إسلاميك هيلب التي قامت بتوفير العديد من الخدمات لمدرسة دار الفضيلة في ظل هذا الحصار. وأهم هذه الخدمات الخلايا الشمسية التي قامت بتوفيرها لنا في ظل الحصار وانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة. هذا المشروع سيساعد الطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية. أتقدم بالشكر لجميع من ساهم في إنجاز هذا العمل.